بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الدرس: التتبع الزمني لتحول كيميائي صورة التفاعل. نتناول في هذا الفيديو إن شاء الله التتبع الزمني لتحول كيميائي باستعمال طريقة المعايرة، وننجز تفاعل إيونات اليودور إناقيس مع الماء الأكسجيني H2O2 في وسط حمضي. معادلة التفاعل: 2 إناقيس زائد H2O2 زائد 2 H زائد يعطي E2 زائد 2 H2O. في هذه التجربة نحتاج إلى العدة التجريبية التالية. إذن لدينا التفاعل المدروس في هذا الإناء، وهو كأس يحتوي على محلول الماء الأكسجيني H2O2 زائد حمض الكبريتيك 2H زائد زائد 2 زائد SO4 2 ناقص. في اللحظة T تساوي صفر نضيف محلول يودور البوتاسيوم، وطبعا نطلق كذلك نطلق الميقات. هذا التفاعل تفاعل بطيء، تفاعل بطيء، تفاعل بطيء، أي يتكون ثنائي اليود تدريجيا مع مرور الزمن. نريد معايرة ثنائي اليود، معايرة ثنائي اليود متكون داخل هذا الخليط. لهذا نحتاج إلى التركيب التجريبي. المعايرة تتكون من سحاحة تحتوي على محلول سيو كيبيتات الصوديوم، تركيزه سي يساوي 0.04 مول على اللتر، وكأس يحتوي على ماء مثلج زائد ماء مثلج، ونضيف بعض قطرات من صمغ النشا. إذا في لحظات مختلفة نأخذ من هذا الخليط 10 مللتر من الخليط بواسطة المصة، نأخذ 10 مللتر من الخليط بواسطة المصة، ثم نضعها في الماء المثلج. دوره هو إيقاف التفاعل. الماء المثلج هو دور إيقاف، دور الماء المثلج هو إيقاف التفاعل. ونعاير ثنائي اليود في هذه، في هذا الحجم من الخليط بواسطة ثيو كبريتات الصوديوم. وطبعا المحلول يكون أزرق اللون لوجود صمغ النشا، صمغ النشا مع ثنائي اليود. عندما نضيف محلول ثيو كبريتات الصوديوم يختفي اللون الأزرق، وعند التكافؤ نسجل الحجم في التكافؤ في E عند التكافؤ. إذن عند التكافؤ، عند التكافؤ يختفي اللون الأزرق، يختفي اللون الأزرق، ونسجل حجم التكافؤ VE VE. نعيد هذه، نعيد هذه المعايرة في لحظات مختلفة. نعيد هذه المعايرة في لحظات مختلفة، أي في كل مرة نعيد نفس التجربة. في اللحظة T1 نأخذ 10 مللتر بواسطة المصة ثم نعايرها، في اللحظة T2 كذلك نعيد نفس التجربة، في اللحظة T3 نعيد نفس التجربة، هكذا دواليك
وبالتالي يتم معايرة ثنائي اليود الذي تكون تدريجيا مع الزمن. إذن بالنسبة نحصل في جدول القياسات VE يساوي F لت. تحديد كيف نحدد كمية مادة ثنائي اليود؟ تحديد كمية مادة ثنائي اليود متكونة. تحديد كمية مادة ثنائي اليود المتكونة E2. إذن طبعا تفاعل المعايرة، معادلة تفاعل المعايرة وهو تفاعل سريع، عفوا، إذن تفاعل المعايرة قلنا هو تفاعل سريع، وهو شرط لكي يكون هذا التفاعل، لا بد أن يكون للمعايرة دائما نأخذ يكون تفاعل سريع وكلي. ما هو التفاعل؟ E2 يتفاعل ثنائي اليود مع إيون ثيو كبريتات S2 و3 إثنان ناقص، ويعطي إثنان إي ناقص و S4 و6 إثنان ناقص رباعي ثيونات. نوازن المعادلة، طبعا نضرب في إثنان وتتوازن المعادلة. الجدول الوصفي لهذا التفاعل جدول وصفي. طب في اللحظة في بدء كمية المادة البدئية لE2 NE عند التكافؤ، كمية المادة عند التكافؤ S ب NE إيكيفالون صفر صفر. عند التكافؤ NE2 ناقص XE و NE S2 و3 ناقص جوج XE، معامل ناقص جوج XE، 2 XE و XE. عند التكافؤ بالطبع ماذا يحدث؟ تختفي عند التكافؤ، يختفي المتفاعلين كليا، يختفي المتفاعلين، وبالتالي كمية المادة NE2 ناقص XE تساوي صفر، أي XE تساوي NE2 كمية المادة اليود البدئية. كذلك المتفاعل الثاني كذلك يساوي صفر، يختفيان عند تكافؤ S2 و3 ناقص جوج XE تساوي صفر، يعطي XE تساوي NE S2 و3 ناقص على 2. وكمية المادة طبع XE NE عند التكافؤ تساوي CFVE، تساوي C تركيز في الحجم عند التكافؤ VE على 2. وبالتالي نحصل على كمية المادة البدئية لثنائي اليود NE2 تساوي CFVE على 2. نحدد تقدم تفاعل التفاعل المدروس. تحديد تقدم إكس للتفاعل المدروس، يعني التفاعل الكلي الذي ندرسه هو تفاعل ثنائي إيونات اليودور مع الماء الأكسجيني في وسط حمضي. معادلة التفاعل
اثنان يناقيس زائد اش دو او دو زائد اثنان اش زائد يعطي اي اثنان زائد اثنان اش دوز. الجدول الوصفي ان صفر عند اللحظة البدئية لإي ناقص ان صفر اي اش دو او دو ان صفر اش زائد صفر بوفرة الماء، دائما يكون بوفرة لأن لدينا محاليل مائية. إذن الجدول الوصفي ان صفر يناقص ناقص جوج اكس ان صفر اش دو او دو ناقص اكس ان صفر اش زائد ناقص جوج اكس، جوج اكس حسب المعاملات جوج اكس كذلك جوج اكس. اعيد عفوا لم يظهر على الشاشة لهذا اعيد الجدول الوصفي. قلنا ان صفر يناقص بالنسبة ليونت اليودور ان صفر اش دو او دو ان صفر اش زائد اني في اللحظة البدئية تقريبا الله صفر بالنسبة لثنائي اليود، والماء دائما يكون بوفرة. عند اللحظة ت معينة ان صفر يناقص ناقص جوج اكس معامل ان صفر اش دو او دو ناقص اكس معامل واحد ان صفر اش زائد ناقص جوج اكس معامل جوج و اكس بوفرة. اذا بالنسبة نلاحظ ان كمية المادة لثنائي اليود ان اي 2 تساوي اكس. وكمية المادة الكلية لثنائي اليود كمية المادة الكلية لثنائي اليود تساوي، بما أن كمية المادة التي قمنا بمعايرتها في 10 مليلتر، كمية المادة الكلية تساوي 10 ان اي 2. نقوم بمعايرة 100 مليلتر 500 مليلتر حجم الكلي في، إذن تساوي ان توتال اي 2 تساوي 10 سي في او على 2 تساوي 5 سي في او. وهكذا يتم يمكن إنجاز جدول القياسات ان توتال اي 2 بدلالة اكس وتمثيل بدلالة تي وتمثيل المنحنى ان اي 2 بدلالة تي، فنحصل على المنحنى بهذا الشكل هذا ان اي 2 توتال و تي. المنحنى يكون في البداية ان ثم يتزايد، يكون منعدم في البداية ثم يتزايد إلى أن يتوقف عند إكس ماس، نحصل على نفس المنحنى. كذلك يمكن الحصول على تركيب المجموعة في كل لحظة باستعمال الجدول الوصفي. مثلا بالنسبة لإي ناقص لدينا إن صفر إي ناقص ناقص جوج إكس، بما أن لدينا إكس في كل لحظة إذن يمكن الحصول على تركيب المجموعة في كل لحظة باستعمال. يمكن الحصول على تركيب المجموعة في كل لحظة باستعمال الجدول
الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.